خلينا نقول ان احنا وصلنا لاكتر مكان البنات والستات بيدخلوا فيه وما بيخرجوش بقى بالساعات كده معاك ويجي ايه 3 4 ساعات ولا 5 6 ساعات 9 ساعات يوم كله. هو ده اللي انا كنت عايزه اقوله دلوقتي حالا. لما بنوصل للمطبخ يعني انا برجح طبعا انه حتى لو انا جايه هنا حياه مول او انا في اي مول تاني وبشتري بجهز المفروشات في يوم والمطبخ في يوم، لانه فعلا المطبخ محتاج تركيز كبير جدا وممكن طبعا مش يوم واحد صح؟ منتجاته كتير جدا كتيره جدا ومحتاجه تركيز ومحتاجه ابقى محدده كويس قوي انا عايزه ايه، وده ارجح يعني ان احنا نكون عاملين له دراسه قبل ما ننزل من البيت. واسال عن تجارب الاخرين في الانواع والماركات لان الماركات كتيره والانواع كتيره والاختيارات كتيره جدا، فنسال كده لان حتى في براندز جديده واحنا بنبقى لسه شكلها حلو وممكن تبقى استخداماتها مش حلوه، فنستعين بخبرات الاخرين حوالينا واحنا نازلين نشتري حاجه المطبخ. فحاولت على قد ما اقدر كده اجمع لكم شويه حاجات اقول لكم عليها انها مهمه حلوه، في حاجات هقول لكم يعني مش مهمه قوي يعني معلش يعني مش مهمه قوي، اختلفت شويه انا وبسمه واحنا واقفين على حاجه مهمه وحاجه مش مهمه. احكي لي بقى يا بسمه، الناس هنا لما بتيجي وتدخل الدور بتاع الحلل وادوات الادوات المنزليه دي بتقعد كام يوم؟ هي العروسه ممكن تيجي تاخد حاجه في يوم، ممكن في يومين، ممكن في ثلاثه، ممكن تفضل كل يوم تيجي تاخد حاجات معينه محتاجاها وتمشي. يعني عايزه اقول لك ان هي ممكن تفضل تاخد لحد يوم الفرح صح؟ اه انا اعتقد ان انا ما بتبطلش يعني ممكن ابقى العروسه دي اللي هي ناقصني عصاره يعني عارفه كده كده فهي كل ما تفتكر حاجه لا انا هروح اجيبها. اوكي بس طب يعني بيقفوا كتير قصاد الحلل صح؟ يعني انا اكتر الاسئله اللي بتجيلي سؤال الحلل عامله ازمه لان العروسه بتاخد اكتر من طقم يعني أيوة. تاخد سيراميك تاخد كيراميك تاخد سفلون إيه؟ بتاخد اربع طقمه تاخد ستانلس فبتاخد اربع طقمه يعني انا مش عارفه هم بيستعملوا بس لازم ايوه واللي هو اللي ما بيلزقش والسيراميك والجرانيت لازم اعدي عليهم كلهم كله. العروسه بتاخد هنا اربع طقمه خمسه حسب. الحلل بقى من الحاجات اللي بتحيرنا جدا زي ما اتفقنا كده، وانواعها الكتيره دي عايزه اقول لكم مقاسات كتيره جدا، فاحنا بناخد على قد امكانياتنا وبناخد على الاحجام، ما ننساش مش كل الاحجام تبقى كبيره جدا، وفي نفس الوقت لازم ابقى عامله حساب العزايم، يعني ما ينفعش يبقى عندي عزومه وقريب يعني سنه ولا اتنين وهتبقى عندها عزومه صح؟ صح. فبالتالي لازم يبقى عندي حجمين من احجام العزايم وابقى عامله حسابي في سلق البط ده مثلا، هسلق بط، هسلق ديكرومي، هسلق الحاجات دي، فانا لو انا طباخه وناويه اعمل الكلام ده او ناويه ادخل دخله المطبخ دي هبقى عامله حسابي بالظبط ان انا يبقى عندي حله مقاسها كبير محترم، والحله دي عاده بتبقى ستانلس وانا بحب جدا الحلل الكبيره تبقى ستانلس خصوصا في السلق، صحيه جدا وجميله جدا ومريحه جدا، فبالتالي لو هرجح حله هتبقى الحله الستانلس الكبيره باحجام باحجامها بقى على حسب انت ناويه على ديك رومي ولا على بط. فمثلا عندي حله دي ده حجم كبير بس مش كبير قوي، اقدر اقدر اجيب الاكبر من كده، واقدر يبقى عندي برضو واحده زي دي لو عامله كبسه لو عامله مقلوبه ليه حاجات او رز يبقى باحجام كبيره. ف بالتالي انا لو ناويه يبقى عندي عزومات كبيره رمضان يبقى انا هجيب الحلل الستانلس تبقى الاحجام الكبيره. هاجي بقى للاحجام الصغيره اللي هي بتاعت في الاول انا وجوزي وبيبي، فكل دي احجام بتكون تقريبا عندي الاحجام دي تناسبني جدا في اول الجواز، لازم يبقى عندي الحله الصغيره ملوخيه للشوربه حتى للرز لو هم فردين بس يا دوب هو ده على قدهم كويس قوي، وحله الخضار اللي بتبقى الحجم ده. الجرانيت هايل في الاول وارجحه جدا، استخدامه سهل وبسيط وسهل في نظافته، فمن الحاجات اللي انا بحبها قوي في الاستخدام. يعني عندنا ايه تاني في الحلل؟ الحلل حلة الضغط من الحاجات المهمة، انا بحبها جدا كويسة مفيدة يعني مسعفة للوقت كمان كتير مسعفة للوقت
جدا. فده بقى لو انا عروسه وبشتغل ما عنديش وقت خالص لان انا اقعد وقت طويل، فممكن يبقى عندي حله او حلتين ضغط. انا بحب الحلل الصغيره في حلل الضغط لانها بسيطه، خلوني اوريكم دي بسيطه جدا اهي، حجمها مش كبير، مش هتاخد مساحه كبيره جدا في المطبخ، صح؟ تمام. وفي نفس الوقت هعرف اسلق فيها كيلو لحمه، نص كيلو لحمه بسرعه، الاقي نفسي في ربع ساعه اللحمه استوت والفرخه صغيره. هتعمل لي الاكل بسرعه، مش هتقعد جالي ضيف. بالظبط بالظبط. الكوارع حتى الكوارع اهم طبعاً. حاجه اهم حاجه في الكوارع، والله الكوارع حاجه تانية خالص في حل الضغط، حاجه تانية تماما. فمن الحلل المهمه جدا ان هي تبقى عندنا. وانا حتى لسه سألاهم دلوقتي طب الحله الصغيره دي بكام، لان سعرها بسيط، لقيتها ب 350 او 360، قالوا لي رقم يعني بسيط جدا. والحله الكبيره هي بقى اللي هتاخد مني لو انا بشتري بقى بط بلدي كده ولا وزه ولا حاجه من الحاجات اللي هتاخد وقت دي، وما عندناش وقت طبعا، هيبقى برضو حله الضغط الكبيره هايله، والكوارع لو كتير هتبقى هايله. اللحمه صح لازم يعني، وبعدين نسلق اللحمه كده معاها مواسير بقى. فعايزه اقول لك دي بتبقى عايزه حل الضغط علشان تطلع لك اللحمه حاجه تانية، والشوربه حاجه تانية. شوربه الكوارع في حله الضغط حاجه تانية، وشوربه اللحمه كده بالمواسير كده الناس جعت قوي. لا هم كده ابتدوا يجوعوا. فحله الضغط من الحاجات المهمه جدا، لو حتى انا البادجت بتاعتي قليله لا هجيب الصغيره، او كمان شويه ممكن ابقى عايزه اجيب الكبيره، لانها من الحاجات المهمه خصوصا للبنات الغاويه طبخ كده زي أكيد. عندنا ايه تاني بقى؟ احنا اختلفنا على ايه؟ انا وبس ما اختلفنا ان الطاسه الصغنونه دي مهمه ولا لا. انا شايفاها انها مش مهمه خالص، بس انا شايفاها مهمه. ايوه قولي لي بقى مهمه ايه. هقول لك مين عنده دي وبيستخدمها يا جماعه. اكيد اي واحده بتجيبها للبيبي الصغير يعني هتعمل فيها حاجه بسيطه، بيضه للبيبي، حاجات يعني هي وجه الاول كده يعني، بتبقى محتاجه مش تعمل شوربه خضار، بتعملها حاجه بسيطه يعني، وانا بجهز مش هتخسر، مفيش مشكله. ما جاتش على دي خلاص تبقى اشتريها اعملوها بيضه، او قالوا لي بطاطسايه للبيبي الصغيره، مع ان انا ممكن اعمل بيضه وبطاطسايه في اكبر منها سنه، مش عادي يعني. هتعملي في حله كبيره يعني مثلا لو جيت اعمل للبيضه هنا هتقولي لا؟ لا كبيره قوي يعني كده كبيره؟ طيب خلاص. نروح بقى للطاسات. الطاسات لازم يبقى عندي طاسات من النوعيه اللي ما بتلزقش، دي مهمه جدا للبيض علشان الفطار. الحجم المهم ده حجم مهم جدا، ده تقريبا اصغر حجم صح؟ ده اصغر حجم في اي في الطاسات اللي بتبقى ما بتلزقش زي ما احنا شايفين كده. وعندنا الحجم اللي بعده على طول، ده برضو حجم هايل، فبالنسبه لي الحجمين دول ممتازين، دي ودي. ويجي بقى الحجم اللي بعده برضو، وده بقى احنا اخترناه هنا اهو من النوعيه دي. بصوا دي كلها احجام لطيفه، كل النوعيه دي ما بتلزقش. فانا بحب الطاسات الحقيقه، وشايفه ان انتوا ممكن يبقى عندكم طاسات سيراميك، طاسات جرانيت، طاسات ما بتلزقش. لا احبذ الطاسات الستانلس. عندنا كمان الطاسه دي الووك دي برضو طاسه من الطاسات المهمه جدا جدا جدا، وهي كفايه واحده بس، ولا انتوا بقى بتجيبوا اكتر؟ لا لا كفايه واحده. هي كفايه واحده، دي واحدة أو اتنين بالكتير لو ناوية برضو أعمل عزايم. بس أنا بصراحة بحس إن هي الحجم ده مثالي، حجم متوسط وسهل الاستخدام وسهل في الغسيل وكل حاجة. بحب الكسرولة جدا. فين الكسرولة أهي؟ بحبها أوي، لطيفة في الشوربة ولطيفة في الملوخية. وبنستخدمها في ايه تاني؟ لسان عصفور. طبعا، ولسان عصفور. لا لطيفه قوي، وحجمها دايما حجم الكسروله دي حجم مميز كده، ساعات تحسوا انه ما فيش حله ممكن تبقى شبهها، فيعني واحده برضو منها. بس دي العروسه والعريس بس يعني الاحجام الاكبر. لما يكونوا بقى عيله وفي اطفال ما هو عيله وفي اطفال بحس انه ممكن الحلل اكتر، لكن هي مع الفردين والثلاثه لطيفه، في حتى حجم اكبر منها سنه كده برده بيبقى لطيف. فكره الكسرول عموما لانه مش كل الناس بتشتريها هي مهمه، فلو انا البادجت بتاعتي على قدي ومش ناويه اشتري
كميات هاخد منها. انا عايزه اقول لك كمان ان في مثلا عرايس بتيجي هنا انا معايا مبلغ فرنجي كذا بالزبط. انا محتاجه اجهز بيه هنا موجود يعني الضعيف والاعلى شويه في الاعلى في الاعلى في الاعلى فبنجيب له خامات كويسه جدا وجهاز كويس جدا بالمبلغ اللي معاه بالمبلغ اللي معاه على قد اللي معاه ده مهم ده مهم مهم ان انا ما ادخلش مكان ابقى حاسه ان انا مش عارفه اشتري حاجه وكل حاجه غاليه عليا ومهم ان انا ادخل الاقي بيلاقي كل التشكيل وبكل الاسعار بس انت جميله علشان هي بتعرف تبقى مع الناس كده وتطلع معاهم وتبقى صبوره لان برضو التعامل مع العروسه مش سهل دايما العروسه محتاجه ناس صبوره تتعامل معاها بيبقى الاذواق مختلفه بيبقى معاها بالزبط. عمتها ومعاها خالتها ومع أيوة. مامتها هم بيلخبطوها وهي حرام مش عارفه تعمل ايه وبتبقى ما بين المتخصص اللي واقف في المكان اللي عايز يقول لها الصح او بي بي بيقول لها اشتري ده او ما تشتريش ده وما بين التجارب والاراء بتاعت الناس اللي معاها. خلينا نروح للحاجات بقى اللي هي ممكن ابقى بشتري منها حاجه واحده دي ما فيهاش اطقم خالص زي مثلا حله سلق المكرونه واللي هي اللي فيها مصفه بخار بصي دي جميله قوي عايزه اوريها لهم دي حله الحله دي ممكن استخدمها كده دي ليها قطعه دي كده ابقى انا مستخدماها بخار اوكي لان دي مصفه اهي دي كده مصفه فبحط هنا الخضار وفي الحلة المية ولطيفة جدا للناس اللي بتبقى عاملة دايت او بتاكل بالشكل ده لو انا بقى عاملاها حلة مكرونة فلطيفة قوي سلق المكرونة دي بتبقى حلوة قوي لان في الاول وفي الاخر انا ايه المكرونة بتتسلق كده اهي بتتسلق من هنا وبطلعها متصفية على طول فدي من الحاجات اللطيفة قوي وانا بحب اسهل على نفسي فليه لا نسهل على نفسنا صح دي حاجة بنشتري منها حاجة واحدة وبتبقى لطيفة في المطبخ عندي برضو حلة شبه كده دي برضو من الحاجات اللطيفة جدا 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 واستخداماتها جميلة اديها لنا كده بصوا بصوا حلوة ازاي حلوة قوي حجمها ممتاز وشكلها جديد شكلها حلوة قوي وتتحط على السفرة ستايل حلوة قوي ولذيذة جدا فبرضو لو انا عاملة مندي عاملة كبسة عاملة حاجة من الحاجات العربي الجميلة دي هتبقى دمها خفيف قوي ممكن اقدمها على السفرة عادي جدا من الحاجات اللي انا بحس ساعات ان في حاجات حلل كده نحطها على السفرة عادي عندنا بقى حاجة مهمة جدا عايزة اوريها لكم الالومنيوم الالومنيوم انا بالنسبه لي حاجات كتيره قوي من اللي بتدخل الفرن زي الجلاش الرقاق الكيك بستخدم فيه الصينيه دي الصينيه دي بيرفكت هايله للجلاش هايله طلع لك الجلاش متحمص صح واخد وقت مظبوط فهي هايله في الخبيز خصوصا كمان استخدمها في رمضان ولو هعمل بقى عندي اي حاجه بتدخل الفرن مخبوزات هايله نيجي بقى عندنا الكيك بصوا برضو الكيك في الألمونيوم مفيش في جماله من الحاجات الحلوة قوي وأسعاره بتبقى لذيذة وخفيفة وأقدر أجيب منه كمان صواني البسبوسة والكنافة فأنا بحب الأحجام دي جدا أنا بحب والبيتزا بيتزا بسبوسة كنافة جلاش كيك مفيش أحلى من الألمونيوم فيه عندنا بقى شوية رفايع كده عايزة أقولك عليهم برضو عندنا المصافي المصفى مهمة جدا المصفى دي عندنا بتاعة التوم برضو من الرفايع اللذيذة مفيش واحدة بتقف عند الرفايع إلا لما بتبقى عايزة إيه تلقط كده تاخدهم إيه كلهم ورا بعض الفرشة دي مهمة علشان الأزايز الأزايز لازم تتغسل بالفرشة عندنا المنخل من الحاجات اللذيذة وبقى بالشكل ده دلوقتي يعني بقى أحلى من المنخل رفاه البنات قوي جدا جدا كده يعملوا ايه منخل رائع عندنا الاسباتولات اللي بنقلب بيها اهو
ده كده طقم مثلا لذيذ جدا جدا. وللسيليكون بصوا مفيش احلى منه في التعامل مع كل حاجه، امن حاجه دلوقتي للحلل واحلى من المعالق الخشب بتاعه زمان وكل حاجه. السيليكون تحفه، والفرشه دي لازم يبقى عندي فرشه او اتنين يعني مش اكتر من كده. الايس كريم سكوب اللي هي بناخد بيها الايس كريم مش اهم حاجه، واحده بس كفايه، وممكن ما اجيبهاش خالص ولا نجيبها. نجيبها. عندنا ده مهم جدا، التانج ده اللي احنا بنقلب بيه علشان او بنمسك بيه اي حاجه عايزين كده بدل الشوكه. الشوكه بتبوظ الحاجات اللي بتتقلي، بتفك مننا من كتر ما بنحط الشوكه فيها وبنقلب. فخلينا نستخدم دايما الحاجات اللي شبه كده. قسطره الليمون من الحاجات المهمه، الهون من الحاجات المقدسه اللي لازم تبقى موجوده في البيت. السبوع اهم حاجه. ايوه عشان السبوع كمان. فالهون من الحاجات المهمه جدا، انا بحبه الحقيقه، بحبه في كل حالاته، رخام وجرانيت، وما بحبش الخشب. يعني كده العروسه هتجيب كام واحد؟ لا واحد، هو واحد، يا نحاس يا جرانيت يا الستانلس، هايلين وما بيمسكش فيهم الريحه وزي الفل، وبيبقوا بيتنضفوا بسهوله وكده. الخشب بيضايقني جدا، مش لا احبذ تماما الخشب. الشياطه اهم حاجه عشان الرز ما يشطش، وطقم السكاكين مش عايزين ننساه، لازم ننقي طقم سكاكين. وانا بالنسبه لي كفايه طقم سكاكين واحد، ولا انت شايفه ايه؟ اه لا قول الحقيقه. لا لا عادي. بس بيبقى فيه بقى طقمين سكاكين، طقم الطقم الاستخدام اللي انا بستخدمه. بس سكاكين فرداني. اه طبعا. وبعد كده بجيب الفرداني اللي احنا بنستخدمه. طقم سكاكين واحد كفايه، المهم ان هو يبقى نوع كويس برضو وما يبقاش رخيص قوي، علشان السكاكين من الحاجات المهمه اللي لازم تبقى موجوده وهي قاعده معاكي، تقدري تسنيها بعد كده وبتبقى زي الفل. المهم ان هي من الاول تبقى كويسه. دمست الفول عشان تدمسي فول؟ ايوه. في حاجات السحور، عشان السحور وعشان طول الوقت. والله في حاجات كده مقدسات في البيت، انا بحب ادق الثوم علشان الريحه مختلفه وطعم مختلف، الخلطات مختلفه. تدميس الثوم في البيت ده حاجه فيها بركه كده، يعني في حاجات الخبز والبقول والحاجات دي بركه. فبليز العروسه في حاجات كده تراديشنال افضلوا اعملوها، ما تقولوش عليها دي كانت زمان ومين هيدمس فول. انت دمسي فول. وعايزه اقول لك بقى كمان، اخرطي ملوخيه، فين المخرطه؟ ايوه، عشان الملوخيه الخضراء لازم تتخرط، فلازم يبقى عندك مخرطه. اوعي تقولي ان انا مش هجيب مخرطه هعمل بيها ايه. المخرطه حاجتين، انا جبت واحده بس. اوكي. في اللي هي بسلاحين وفي اللي بسلاح واحد. البسلاحين ممكن تكون اسرع شويه، بس الملوخيه بتدخل من بين الاثنين، فبتبقى صعبه جدا في تنظيفها. فخلينا بتاخد وقت على ما تنزليها، بتاخد وقت لازم تنزليها وكده. فالمخرطه اللي هي سن واحد يعني ممكن تكون عمليه اكتر. انا عندي الاثنين وبستخدمهم. الترمس من الحاجات اللطيفه، ممكن يبقى عندك واحد عشان لو رايحه سفريه ولا حاجه تبقى حاجه لطيفه. بيجي بترمس زينه للنيش، وبيجيبوا ترمس تاني للاستخدام. مفيش بقى زينه، مش هنحط ترمس زينه. لا هنا بيحطوا ترمس نيش. طب الترمس نستخدمه، طب النيش ده النيش بيجيبوا برضه للاستخدام. طيب هاتوا ترمس زينه. هاتوا اتنين. هاتوا اتنين. ما يجيش على الترمس يعني. هي الترمس هناخده معانا واحنا مسافرين. طيب عندنا حاجة تانية ما اتكلمناش عليها. عندنا عندنا بقى وعندنا المقص كمان، انا نسيت اقول لكم على المقص اهو، من الحاجات المفيدة جدا في المطبخ. فما تنسيش في الرفايع يبقى عندك مقص. خلينا كمان نتنقل للأطقم الصيني. انتوا بتجيبوا كم طقم صيني؟ هنا في حسب العروسة، يعني ممكن تجيب واحد، وفي واحدة بتجيب اتنين، في واحد للنيش وواحد للاستخدام. صح؟ ولا اكتر من كده؟ قولي حقيقي. لا لا هما اتنين. هما اتنين. هما اتنين، يبقى هو واحد بتاع الضيوف وواحد بتاع الاستخدام. والاستخدام بتاعنا ده يعني انا شايفه ان احنا لازم نستخدم كل حاجاتنا، واستخدمي حاجتك، استخدمي حاجه النيش وانبسطي. انا عايزه اقول لك ان هما بيحطوا طقم النيش ده في النيش ما بيطلعش. لا انبسطي بحاجتك. لا لا، اما تشتري حاجه بتبقى حلوه قوي اشتريها وحطيها في النيش وانبسطي بيها، بس في نفس الوقت تقدري تستخدميها. يعني ما تشيليش حاجه ابدا لحد انت استخدمي حاجتك، يعني طلعي واستخدمي حاجتك شيليها تاني في النيش.
وخلي واحد للاستخدام بتاع المطبخ طبعا، ده مهم جدا لان بيجي لك ضيوف واطفال و في ميلامين، ده مفيد ان انا اجيب طقم ميلامين على فكره، ده من الحاجات المهمه جدا. ايوه طبعا. وعندنا الصين العادي المربع بقى والكلاسيك والحاجات الكلاسيك اللي احنا شايفينها دلوقتي الوانها، في طقم شاي وجاتوه، ده برده من الحاجات اللطيفه والتراديشنال يعني ان انا لازم اشتريها وانا بتجوز، طقم شاي وجاتوه بس صح، ده بيبقى شاي وجاتوه طبعا، وطقمين قهوه وبس كده، واركوبايركس وكوبايات وكاسات، كوبايات بقى وكاسات براحتكم، وما تنسوش الاستكانات الصغيره دي لطيفه ودمها خفيف. طيب كده يعني حاولت ان انا الم شويه حاجات من حاجات المطبخ.